لونجين دو ريكي. لونجين هي الذبحة الصدرية وإلا الالتهاب في الحلق. جولي أقرأ. آلين أ أون أونجين. آلين تعاني من الالتهاب في الحلق. إلي أولي دوبوي تروا جور. وهي طريحة الفراش منذ 3 أيام. سماتا هذا الصباح سون فخير ريكي أونتخ دون سا شومب. خوها ريكي دخل للبيت متاعها. Il regarde la boîte de couleurs de sa sœur. شاف الصندوق متاع الألوان متاع أخته. Ses oranges. Son verre de citronade. Verre هو الكأس. Citronade هو عصير الليمون. Et il lui demande tout bas. وطلب منها بهدوء. Comment as-tu fait pour attraper ton angine? شنو اللي عملت باش أصبتي بالذبحة الصدرية باش مرضتي بالذبحة الصدرية. Pour attraper mon angine باش مرضت بالالتهاب في الحلق. Tu crois donc que je l'ai fait exprès? مالا أنت تظن اللي أنا تعتقد اللي أنا عن قصد. Et pourquoi me demandes-tu ça? وعليش سألتني السؤال هذايا؟ C'est bien d'être malade. من الجيد أنك تكون مريض. نعاود ببطء بدون شرح. آلين أ أون أونجين. إلي أولي دوبوي تروا جور. Ce matin, son frère Ricky entre dans sa chambre. Il regarde la boîte de couleurs de sa sœur. Ses oranges, son verre de citronade. Et il lui demande tout bas. Comment as-tu fait pour attraper ton angine? Pour attraper mon angine? Tu crois donc que je l'ai fait exprès? Et pourquoi me demandes-tu ça? C'est bien d'être malade. Riquet quitte la chambre en disant qu'il descend jouer dans la cour. Riquet خرج من بيت أخته صايي en disant وقال اللي هو باش يلعب في الفناء. Un quart d'heure passe. Une demi-heure passe. Et Riquet ne revient pas. نص ربع ساعة تعدت. نص ساعة تعدت وريكي مازال مرجعش. سا مامون كومونس ا سانكيتي. أمو بدات تقلق عليه. إل سو بريبار ا ديسوندر. حضرت روحها باش تهبطلو. كون تو تاكو أون فراب ا لا بورت. عندما فجأة دق الباب. سي لا فوازين كي غامين ريكي. هذي الجارة مصطحبة معاها. ريكي ان ريكي تو غويسلوندو. الكلمة بالازرق مشروحة ترومبيدو معناه الكل مبلول بالماء. نعاود نقرا بدون شرح بشوية. ريكي كيت لا شامبر ان ديزون كيل ديسون جوي دون لا كور. ان كار دور باس اون دومي اور باس اي ريكي نو ريفيان با. Sa maman commence à s'inquiéter. Elle se prépare à descendre. Quand tout à coup on frappe à la porte. C'est la voisine qui ramène Riquet. Enrique, tout ruisselant d'eau. La maman remercie la voisine. الأم شكرت الجارة. Elle emmène Riquet dans sa chambre. وأخذت Riquet لي غرفته. Elle le déshabille et le frictionne à l'eau de Cologne. نحط له دبشو و فريكسيون معناتها حكت له بالماء نتاع الكولونيا. باهي اللي كانت فريكسيون هيك مشروحة. Elle lui frotte le corps. معناها حكت له جسمه بماء الكولونيا. Puis elle lui dit. من بعد قالت له. Pourquoi as-tu fait ça? لماذا فعلت هذا؟ Riquet lui répond en pleurant. Riquet جاوبها وهو يبكي. C'est pour attraper une angine comme Aline. باش نمرض بالانجين بالذبحة الصدرية او التهاب نتاع الحلق كيما Aline.
خاطر هو شاف اخته كيفاش راكده فوق السرير وكيفاش جايبين لها كاس عصير، في بالو المرض حاجه باهيه. دونك واش مشى عمل؟ مشى بل روحه بالماء ولا كيفاش، جابته الجاره الام هو يحب يمرض كيما اخته. نعاود، لا مامون ريميرسي لا فوازين، إل أمين ريكي دون سا شامبر، إل لو ديزابي و لو فريكسيون على لو دو كولوني، بوي إل لوي دي، بوركوا أتو في سا؟ ريكي لوي ريبون أن بلوران، سي بور أتخابي أون أنجيل كوم ألين. بنت عادة تاول التمارين، أول حاجة Je cherche le mot angine dans le dictionnaire. أبحث عن كلمة angine اللي هي ذبحة صدرية ولا التهاب في الحلق dans le dictionnaire في المنجد. بعد ذلك عنا ثلاثة أسئلة باش نجاوب عليهم، ثلاثة تمارين. Je réponds aux questions، أجيب عن الأسئلة. السؤال الأول هذوما بالطبيعة باش نجاوب عليهم. Aline et Oli. Aline فوق السرير. كيس كيلا معناها هي شبيهة، معناها فوق السرير. علاش؟ السؤال الثاني، بوركوا ريكي فيتي لاتخابي لونجين، علاش ريكي يحب حتى هو يمرض بالالتهاب في الحلق. السؤال الثالث، لا فوازين غامين ريكي، لا فوازين جابت ريكي، كومونتيل كيفاش على الحال، معناها الحال نتاعو هو كيفاش. كيفي لا مامون، شنو عملت الام؟ نجو توا ناخذ اجابات على الاسئله هذوما الكل. بيان سور قبل اللوج على كلمه انجين في الديكسيونير. والجزئيه اللي بعدها جابرون ا اكريغ سي مو، باش نتعلمو نكتبو الكلمات هذوما اللي هما بوندون دوبوي كومبيان، باش نكونو بيهم جمل بالطبيعة، باش نعملو فقرة فيها الكلمات هذوما. فقرة تتناسب بالطبيعة مع النص متاعنا، تحكي على الموضوع اللي يحكي عليه النص هذايا. Je cherche le mot angine dans le dictionnaire. باش نلوج على كلمة angine اللي هي التهاب في الحلق في المنجد. باه لوجنا عليها ولقينا التفسير هذيا، لقينا التفسير الاولاني والثاني. التفسير الاولاني انفلاماسيون ايغ دون لا غورج، انفلاماسيون التهاب ايغ حاد دون لا غورج في الحلق. التفسير الثاني، التفسير الثاني انفلاماسيون دو لا غورج انجين دو بواترين افيكسيون دو كور. نعاود بشويه، انفلاماسيون دو لا غورج angine de poitrine, affection de cœur. Inflammation, التهاب de la gorge, التهاب الحلق. Angine de poitrine, angine ذبحة، poitrine هي صدر، معناها ذبحة صدرية. و أمراض القلب, affection de cœur. السؤال الأولاني، آلين إيطالي كيس كيلا؟ ألين فوق السرير، ما خطبها؟ إجابة، ألين إيطالي بارسكيل أين أنجين. ألين هي فوق السرير متاعها، ريكدة على السرير لخطر هي مريضة بالأنجين، مريضة بالالتهاب تاع الحلق، أنجين وإلا ذبحة صدرية. سؤال لو التمرين الثاني، بوركوا ريكي veut-il attraper une angine؟ علاش ريكي يحب حتى هو يمرض بالالتهاب نتاع الحلق؟ إجابة، ريكي veut attraper une angine، ريكي يحب حتى هو يمرض بالالتهاب الحلق. pour rester au lit près de sa sœur Aline، باش يقعد فوق السرير أو باش يقعد في السرير، معناها بجنب أخته ألين. التمرين الثالث، لا فوازين غامين ريكي كومونتيل كو في لا مامو؟ لا فوازين غامين ريكي، لا فوازين الجارة جابت ريكي، كومونتيل الحالة نتاعو كيفاش، كيفاش هو
كيفانا ماما؟ شنو عملت الام؟ عنا زوز جزئيات نتاع اسئله باش نجاوب عليهم. الجزئيه الاولى اللي هي كومونتيل، كيفاش هو الحاله نتاعو، باش نجاوب عليها اللي هي ريكي ايغوي سلون دو، مبلول بكلو. بيقول الجزئيه الثانيه اللي هي كيفي لا مامون، ماذا فعلت الام؟ باش نجاوب عليها سا مامون لو ديزابي، نحت له دبشو. Il fractionne à l'eau de Cologne. حكت له بماء الكولونيا. الكلمات اللي باش تتعلموهم اللي هما pendant, depuis, combien. باش نعملو منهم جمل. الجملة الأولى j'ai mal à la gorge depuis hier soir. عندي التهاب في الحلق منذ الليلة الماضية. الجملة الثانية combien de temps dure généralement une angine. angine كما قلت لكم هي الذبحة الصدرية، يعني قديش وقت تستمر او يستمر مرض نتاع التهاب الحلق في العادة. وبالنسبة للفقرة نتاع اللي فيها الكلمات هذوما ادخلوا الديسكريبسيون نتاع الفيديو تلقوا الفقرة موجودة. تو نشوف كانت نكتبها لكم مع الترجمة. به نتعدى توا لي الكاي داكتيفيتي، التمرين الاولاني جيكري لو نومبر دو ريبليك كونتوني دون لو تيكست، باش نكتبو عدد الريبليك. ريبليك معناه كلام تاع شخص، حوار في النص. به قداش عنا من ريبليك؟ نبدو نعدوهم. خذوا الكتاب نتاعكم ابدو عدوهم. عنا ريبليك دول كومون اتو في بور اتخابي طون انجين، واحد Pour attraper mon angine, tu crois donc que je le fais exprès? Et pourquoi me demandes-tu ça? Yathni, c'est bien d'être malade, mais le jaïd en kutkoun mrid, yathlet. Ou araba, pourquoi as-tu fait ça? Ou khamsa, c'est pour attraper une angine comme Aline. Anna, 5 répliques. Tamrin Fani. Je remplace le verbe dire par les verbes suivants. عنا الverbe dire باش نبدلو بواحد من الverbes هذوما اللي هما répond أجيب grande demande. باه la maman dit à Ricky. عندي هاي شنو قلتلو Pourquoi as-tu fait ça? Yannit, il fait management goulou. La maman demande à Riquet. Pourquoi as-tu fait ça? Le jumelé fini, je dis grande. Ou le jumelé fait, répond. La maman grande Riquet. Riquet répond à sa maman.